إن أعز صديق على قلبي مذهبه الشيعي، وأن صديقتي التي أفديها بروحي فهي مسيحية، إن صاحب الشركة التي أعمل بها فهو سني وقد وظفني، إن صديقي ورفيقي في الكشافة درزي، أما أنا وأنا لبناني. لن ولم نسمح لأي أحد أن يرسم خطوط توتر طائفتي. نحن سنكون جيل الثقافة والحضارة وعلم الواقع والحقيقة. إن كنت من مؤيدين هذه الرسالة ارسلها حالا كي تصلوا إلى كل لبنان.